في العيد الأطفال بتفرح وتلعب وبيجي لها هدايا كتير، وفي أطفال تانية مفتقدين اللي أكتر من كده، مفتقدين مشاعر الحب وحنان الأم. في العيد دابر أملا قررت تزور الأطفال دي وتحاول توصل لهم مشاعر هم فعلا محتاجينها، وتوصل لهم حب وحنان ولمسة الأم. ارسم ابتسامة على وشهم مع دابر أملا.